صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج اليوم. في هذا الفيديو ستشاهد العجب ففي بطولة فيدا وورد كاب 2021 التي أقيمت الأسبوع الماضي، واشترك فيها أقوى 206 من اللاعبين يضمون أفضل 10 لاعبين في العالم، وهي تلعب بالشطرنج التقليدي من دورين. كان هذا الدور في الجولة الأولى، وبطله هو جراند ماستر التشيلي بابلو سالينس أمام الجراند ماستر الدنماركي ماتس أندرسون، وبعد افتتاح تقليدي لجنبيت الوزير المرفوض. وبدءا من النقلة 17 بدأ العجب العجاب. سالينس لعب بشجاعة لا توصف، وربما في أحد المباريات يكتفي أحدهم بتضحية وزيره مرة واحدة، ولكنه ضحى وزيره 3 مرات بتكوينات لا تخطر على بال بشر. لابد أن هذا اللاعب التشيلي سيعتزل اللعب بعد هذه البطولة، فلا يمكن أن يصل لمثل ما وصل إليه في هذا الدور. هيا نرى الدور ونستمتع بما أسميه أفضل دور في القرن 21. وأودي هذا الفيديو الجميل للصديق مستر إنجليش، فهو يستحق الإهداء بشدة، فهو الذي دعاني لتغطية هذه البطولة ومنها هذا الدور. أندرسون الدنماركي بدأ بنايت اف 3 افتتاح ريتي، ورد التشيلي بابلو سالينس دي 5 اي 3 نايت اف 6 سي 4 سي 6 نايت سي 3 اي 6 بي 3 بيشوب دي 6 دي 4. بكده وصلنا لجنبيت الوزير المرفوض الدفاع نصف السلافي كاسل، كوين سي 2 نايت دي 7 بيشوب اي 2 بي 6 كاسل بيشوب بي 7 بيشوب بي 2 كوين اي 7 روك دي 1. طالب يلعب الاي 4 روك دي 8 روك اي 1 روك اي 8. الرخين على كل اتجاه مستعدين لفتح الأعمدة بيشوب اف 1، والاسود بدأ بسي 5. طالب يفتح العمود سي وكذلك الاخذ عن مربع سي 4، ولذلك سي دي 4 اي دي 4 تم فتح العمود اي جي 3 روك سي 8. الاسود وضع الرخ على نفس العمود مع الوزير، وطالب الاخذ وفتح العمود سي بيشوب اتش 3 بيربط الحصان على الرخ، ولكن بعد سي دي 4 تم فتح العمود سي والحصان مطلوب ومربوط. وهنا النقلة الصحيحة للأبيض هي الأخذ بالبيضة وفتح العمود اي وطلب الوزير، وبعد كوين دي 8 روك اي 8 تشيك كوين اي 8 روك اي 1 طالب الوزير مرة أخرى كوين دي 8. وهنا هيلعب نايت اي 5 بكسف الضغط على الحصان المربوط، والاسود كذلك بيلعب بيشوب بي 4 وبيكسف الضغط ايضا على الحصان المربوط، وبعد نايت دي 7 نايت دي 7 اي 3 طالب الفيل، الفيل بياخد، وبعد الاخذ بيلعب روك سي 7 وبيحرر الحصان، والدور تقريبا متعادل. ولكن الابيض ما اخدش بالبيضة انما اخد بالحصان، ودي نقلة ضعيفة لانها هتعطي الاسود المبادرة، وكمل بيشوب بي 4 بيكسف الضغط على الحصان المربوط على الوزير وكذلك على الرخ،
وطالب النايت E4، والاسود لابد ان يفوز بمادة، وربما افضل نقلة للابيض في هذا الموقف هي لعب F3، ورغم ان هذه النقلة بتضعف البيادق في جناح الملك الا انها بتمنع قفز الحصان للمربع E4، والاسود افضل قليلا. ولكن الابيض ما لعبش F3، انما كمل نايت D2 بيحمي الحصان، والنقلة دي نقلة سيئة، لكن الرد عليها رد ايضا ضعيف، نايت E4 بيكثف الضغط على الحصان، وحنعرف ليه النقلة دي ضعيفة. وكان من الافضل للاسود لعب النايت E5، نقلة متألقة بيترك الفرق، وبعد بيشوب C8 الاسود بيبدأ هجومه بنايت F3 تشيك بشوكة للملك والرخ، ولا يوجد افضل من كينج G2 طالب الحصان، والاسود بيكمل روك C8، ومازال رابط الحصان على الوزير وكذلك على الرخ، وطلبه بالحصان وبيهدد بالنقلة D4 ولابد ان يفوز بمادة. واذا الملك تجرأ واخد الحصان هتكون نقلة كارثية، لان الاسود هيكمل D4 ويكشف كش للملك، ولابد للابيض من التسليم، فلا توجد تغطية من الحصان والا هيخسر وزيره. ولكن اذا تحرك بالملك هيتلقى المات ببيشوب D6 تشيك، والملك لو ذهب للG5 هيكون تحت ضغط الكش بالكشف، واذا ذهب للF5 هتلقى المات بكوين E5 تشيك ميت. اذا النايت E5 هي النقلة الاقوى في هذا الموقف، وربما لابد للابيض ان يتراجع بالفيل للG2، لكن على اي حال الاسود ملعبش النايت E5، انما كمل بنايت E4. وفي الدور الابيض لعب A3 لطرد الفيل، لكن بعد الدور وجد ان افضل نقلة الابيض هي النقلة كوين E4، بيضحي الوزير في الحصان، وبعد D4 روك D7 طالب الوزير والفيل، الوزير بيذهب للE5، وبعد اخذ الفيل افضل تكملة للاسود هي التكسير المتوالي على المربع C3 ببيشوب C3 نايت C3 روك C3 بيشوب C3 كوين C3 طالب الرخ، الابيض هيلعب روك D1 طالب اجباريا النزول للصف السابع، والابيض رغم تأخره المادي وزير امام رخ وفيل، الا انه له تعويض كافي للغاية وله هجوم قوي على الملك الاسود. على اي حال الابيض في الدور ما ضحاش الوزير، وانما لعب النقلة A3 طالب الفيل، والنقلة دي كارثية، لكن من حسن حظنا انه لعبها لكي نرى التكملة الرائعة. ومن هنا وحتى نهاية الفيديو هتتوالى النقلات الغير متوقعة، وحسألك في كل مرة، ومن يصل للإجابة له مني تهنئة خاصة وله إهداء. يا ترى ايه هي النقلة اللي ادخلت الدور التاريخ؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. سالي ناس لعب نايت F2، بيضحي بالحصان وطالب الفيل وكذلك الرخ، والابيض لا يستطيع الاقتراب من الحصان والا كوين E3 تشيك، والملك لو جه للG2 هيلعب D4 بكش بالكشف ويفوز، ولذلك لا يوجد غير الكينج F1، والاسود هيكمل كوين F3 تشيك، كينج G1 بيشوب C5 تشيك، والملك ليس لديه اي مربع، ولذلك لابد ان يغطي بالحصان، وبعد الاخذ بتشيك ياخد بالرخ، لكن هنا روك E1 تشيك، ولابد من التغطية بالفيل، والرخ بياخدها بتشيك ميت.
إذن الأبيض لا يستطيع أخذ الحصان وكمل في الدور بأخذ الفيل، والحصان أخذ الفيل بتشيك. ومرة أخرى الملك لو جه على الجي 2 هيلعب الدي 4 بتشيك ويفوز، ولذلك ذهب للإف 1 والأسود كمل مطمئنا كوين E3. طالب التشيك ميت على المربع إف 2، والأبيض ليس أمامه غير لعب الكوين إف 5 بيحمي المات وطالب الحصان. لكن هنا جاءت تاني نقلة رائعة في الدور، يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. ساليناس لعب النقلة الرائعة نايت اف 6، بيترك الحصان والوزير لا يستطيع اخذ الحصان، والا كوين اف 3 تشيك، كينج جي 1، وهنا هيلعب دي 4، وجميع القطع السوداء اصبحت طالبه القطع البيضاء، وكذلك الكش القويه من الاتش 1، والابيض لا يستطيع غير التسليم، ولذلك الابيض لم ياخذ الحصان ولكن كمل بيشوب سي 1 طالب الوزير. وهنا جاء ميعاد النقله الخالده، هيا نتهيأ للمتعة الكاملة، يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. سالي ناس ترك الوزير ولعب نايت جي 4، نقلة رائعة للغاية. بالطبع الوزير لا يستطيع اخذ الحصان وإلا هيتلقى المات على الاف 2، ولكن إيه اللي يحصل لو أخد الوزير؟ هنا هيتلقى المات في نقلة واحدة بنايت E3 تشيك، والحصانين بيحصروا الملك، ولذلك الأبيض كمل روك دي 3، والوزير مطلوب بالرخ والفيل، ولكن مرة أخرى جاءت نقلة من فوق السحاب، يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. سالي ناس ترك الوزير للمرة التانية ولعب دي 4، بيفتح الوتر امام الفيل، ودلوقتي الابيض ايضا لا يستطيع اخذ الوزير سواء بالفيل لانه هيتلقى المات بنايت اتش 2 تشيك، والفيل بيشترك مع الحصانين في محاصرة الملك. وبنفس الطريقة لو اخد بالرخ هتجي النايت اتش 2 تشيك ميت، ولذلك الابيض لا يستطيع الاقتراب من الوزير وكمل روك دي 1. ولكن هنا جاء مسك الختام، يا ترى ايه هي نقلة ساليناس اللي توجت هذا الدور بأكاليل الغار؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. ساليناس لعب كوين جي 1 تشيك، نقلة رائعة. الملك ليس له اي حركة ولا يستطيع غير اخذ الوزير، وهنا بتجي النايت اتش 2 تشيك، والرخ اشترك بعد فتح العمود اي في محاصرة الملك مع الحصانين والفيل، والجميع وقف تصفيقا لساليناس، واولهم الجراند ماستر الدنماركي اندرسون، فهو ايضا دخل التاريخ ولو كان من الباب الضيق. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.